السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بكل خير وصحة وعافية، وصباح الخميس المنتظر بعد أسبوع حافل. هاليومين نريح ونستعد لاستقبال أسبوع جديد، صباحكم جميل وصباحنا وياكم أجمل في صباح رباح مع مواضيع متنوعة ومنها الخارجي. واليوم بنتابع معاكم إعادة العمل في ساحة المزروعة في مصلال محمد في مع نديبنا حمد الفياض، وأيضا عبد الرحمن المري بيطلعنا على تفاصيل مسابقة أعذب تلاوة من مدرسة علي بن جاسم الثاني الثانوية المستقلة للبنين. وفي الاستديو بيكون لنا حوار مع ضيفاتنا وجولة سريعة مع بعض العناوين المختارة من جرائدنا المحلية، وبدايتنا بتكون مع حمد الفياض اللي كان متواجد بدري في ساحة المزروعة اليوم واللي تواكب استئناف عملها، وهي واحدة من أربع ساحات متخصصة لبيع المنتج الزراعي القطري في واحدة في أم صلال وفي واحدة في الوكرة والخور والذخيرة. حمد الفياض كان في أم صلال وحضر لنا هالفقرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، احنا معاكم اليوم من ساحة المزروعة في منطقة أم صلال محمد، حيث تستأنف وزارة البيئة العمل بساحة المنطقة أو المنتجات الزراعية القطرية للموسم الرابع على التوالي، واستمر هذا لمدة 7 أشهر متواصلة. تحدث أكثر عن هذا الموضوع، يسعدني أن أستضيف السيد عبد الرحمن السليطي المشرف العام على ساحة المزروعة. صباحك الله بالخير بعوف. يا هلا، صباح النور السرور بعوف. ودنا تكلمنا عن ساحة المزروعة وأهم المنتجات الموجودة فيها. والله المنتجات الموجودة هي خضار وورقيات تقريبا 70 صنف. طيب احنا يمكن نتكلم عن المنتجات الموجودة، منتجات قطرية من مزارع قطرية، تكلمنا عن كم مزرعة تقريبا مشاركة في هذه الساحة؟ اللي مشاركة في ساحة المزروعة 33 مزرعة، بالإضافة أن 22 في ساحة الخور و22 في ساحة الوكرة. ما شاء الله، اليوم البداية والبداية بتستمر لسبعة أشهر، شنو إن شاء الله بتكون برامجكم من خلال عرض هذه المنتجات؟ والله بيكون في عرض كامل للخضار والورقيات، بالإضافة أنه بتكون خلال هالسبع شهور بيكون فيها مهرجانات لبعض المنتجات. ما شاء الله. طيب نبي نعرف دور وزارة البيئة في هذا العمل وفي هذه الساحة. والله هي دورها إشرافي، بالإضافة إلى هي عشان تواصل الانتاج الزراعي متواصل وتطويل الموسم الانتاج. طيب احنا ان شاء الله يعني نشوف اليوم المنتجات اللي موجوده، منتجات جدا جميله ومنافسه، يعني منافسه للسوق العالمي والسوق الخليجي. شلون احنا بنقدر من خلال هذه الساحات ان احنا نوسع دائره البيع لهذه المزارع؟ والله بيكون تقريبا هي الساحات مسوية على أساس إنتاج محلي وعلى أساس اكتفاء ذاتي للمستهلك. طيب في منتج معين، احنا سمعنا ان في منتجات عضوية ومنتجات غير عضوية، يمكن اليوم انا استفسرت شنو هو المنتجات العضوية، نبي نوضح لمشاهدينا شنو المنتج العضوي والمنتج الغير عضوي. المنتج العضوي هو بدون كيماويات ولا حاجة، الزراعة طبيعية. الزراعة طبيعية، نعم. طيب وفي في مزرعة واحدة عندنا في ساحة المزروعة هي. إن شاء الله إحنا بنحصل فرصة إن إحنا نلتقي مع صاحب المزرعة عشان يكلمنا أكثر عن هذه المنتجات العضوية. كلمة أخيرة أخوي عبد الرحمن لمشاهدينا إنهم يجون لزيارة هذه الساحة. والله أحب أنوه لهم أنه موجود جميع المنتجات وبأسعار منافسة. يعني السيد عبد الرحمن السليطي المشرف العام على ساحة المزروعة، بيض الله وجهك، شرفنا على شاشة ريان. يا هلا مرحبتين. طبعا مشاهدينا ما خلصنا لقاءاتنا، معنا لقاء مع أحد الشخصيات مالك لمزرعة الصفوة السيد ناصر خميس الكواري. صباحك الله بالخير أبو علي. صباح النور، يا مرحبا، حياك الله علي، يعطيك العافية. ودنا نعرف مشاهدينا عن مزرعة الصفوة وعن المنتج العضوي. مزارع الصفوة طبعا انتجت كمزرعة استحدثت في 2001 نشاطها، هي يعني تاريخها 1965، لكن بدأنا التحديث في 2001، بدأنا الزراعة العضوية في 2012.
هذه كان نتائج. طيب أبو علي، يمكن ودنا نعرف مشاهدينا شلون كانت خطة الإنتاج وشلون أنتوا وصلتوا لهذه المرحلة من المنتجات اللي موجودة؟ الإنتاج العضوي طبعاً له نظام معين، والإنتاج العضوي هذه خالي من المواد الكيميائية كلياً، يعتمد على كل المواد مواد عضوية من الأرض نفسها. بدأنا فيها من 2012، الحمد لله الحين صار لنا 4 أو 5 سنوات يعني تقريباً. نشاطنا قاعد يزيد، الإنتاج العضوي وصل لمرحلة 18 صنف حيتم إنتاجه إن شاء الله خلال الفترة الجاية اللي هي لشهر 1. وصلنا لمرحلة أن نكون موجودين في جميع المجمعات التجارية، منبري والجمعيات التعاونية موجودة إنتاج، بالإضافة للسوق المزروعة. طيب سيد ناصر، تقول لنا شو المنتجات اللي توفرها مزرعتكم؟ والله كثيرة، يعني عندنا الباذنجان، الكوسة، الخيار، القرع، جميع أنواع الباذنجان، 7 أنواع. في عندنا إنتاج كبير يتطور حسب احتياج البلد نفسه. اليوم في سعر منافس بيكون موجود إن شاء الله؟ طبعا اليوم أول يوم الافتتاح، فالسعر الموجود بالنسبة للعضوي بيكون منافس، أما بالنسبة للسعر الثاني حيكون سعر السوق إن شاء الله. سيد ناصر علي خميس الكواري، مالك مزرعة الصفا، بيض الله وجهك، شرفنا عشاشة ريان. شكرا لكم على مشاهدينا الكرام، لا تفوتون الفرصة، الأسعار منافسة اليوم وفي تخفيضات إن شاء الله على الأسعار الخضروات اللي موجودة في ساحة المزروعة. نتمنى أنكم استمتعتوا معنا في هذه الجولة. شكرا، وأكيد منتجك طري وكل شيء فرش، أكيد هذه فرصة. وصار وقت ناخذ معاكم جولة مع جرايدنا مع بعض الأخبار المختارة. أولى الجرايد لليوم جريدة العرب، أولى العناوين فيها: خطط وبرامج وزارية لترجمة توجيهات الأمير، مجلس الوزراء استعرض مرتكزات خطاب سموه الشامل. ثاني أخبارنا في العرب طبية: حمد الطبية، تطور أبحاث طب العظام خلال برنامج تدريبي. وثالث أخبارنا مع العرب مع الدفاع المدني: 102 مليون ريال صفقات الدفاع المدني باليوم الأخير للمعرض. وفي اقتصادي جريدة العرب: تسجيل ميناء حمد ومشاريع جديدة مع إطلاقة دولية. والسليطي يدشن الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات. ومع جريدة الشرق: الشيخة موزة، قطر تدعم التعليم في الأزمات، سموها افتتحت أعمال مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم. طبعا شفنا معاكم التغطية الخاصة اليوم أمس. وأيضا في جريدة الشرق: ترجمة فرنسية للأعمال الشعرية للشيخ مبارك بن سيف آل ثاني. فكرة الشعر والترجمة للغة الفرنسية شيء شوي غريب. فضمن احتفالية في وزارة الثقافة تشمل إصدار كتاب يتناول إنتاجه الأدبي، وأكيد ما ترجم إلى اللغة الفرنسية إلا لأنه يستاهل أكيد. مع جريدة الشرق أيضا في افتتاح تحويلات البلدية أو التحويلة البديلة لطريق الريان غدا، تتضمن 3 مسارات وتقاطعات رئيسية، وعارضين لها صور. أكيد هاي بحل يمكن أزمة الزحمة شوي. أيضا في محليات جريدة الشرق: السليط 60% نسبة الإنجاز في أنفاق الريل خلال تدشينه للموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات على الإنترنت. إلى جريدة الوطن والعناوين فيها: تحديد مواقع تجمع مياه الأمطار إلكترونيا في ورشة عمل لمشرفي فرق الطوارئ في البلديات وأشغال. والخبر اللي أو التقرير اللي شفناه مع حمد الفياض: افتتاح ساحات المنتج الزراعي الإقطري اليوم في المزروعة، نفس ما قلنا في المصلال والخور والذخيرة والوكرة. وفي اقتصادي جريدة الوطن: 331 خدمة حكومية رقمية في سنة 2015 ليصل إجمالي الخدمات 547. واقتصادي جريدة الوطن:
صفقتان عقاريتان ب 331.1 مليون ريال. الأراضي تستعيد سيطرتها على التعاملات العقارية. وآخر جرائد جريدة الوطن أولى الأخبار فيها عن الجو والأرصاد، انخفاض تدريجي للحرارة وتوقعات بسقوط أمطار، طقس غير مستقر من السبت للخميس، يعني كذي نقدر نقول الشتاء بدأ رسمي. وأيضا في محلية جريدة الراية تقدير 90% من الوظائف التخصصية خلال 10 سنوات. وزارة التنمية الإدارية تنسق مع 35 جهة حكومية بشأن التوطين. ومع سوق السفر العالمي، حضور قطري مميز في سوق السفر العالمي، فعاليات الهيئة تستقطب آلاف الزوار. طبعا شفنا فعالياتهم وال يعني كل التفاصيل في الغالب تكون على السوشيال ميديا، كأننا نعيشها لايف. آخر أخبارنا معكم في جريدة الراية، في الراية الرياضية، تأهل عنابي السلة الأول والشباب لنهائيات كأس العالم لمنافسات 3-3 في الصين وكازاخستان. كانت هذه أخبارنا المختارة في جرائدنا المحلية الصادرة صباح اليوم. مواضيعنا مستمرة معكم في الصباح رباح، وبعد الفاصل نستقبل ضيفاتنا، انتظرونا. Thank you.
ورجعنا لكم. تطور الأمم يبدأ أكيد من اهتمامها بثروتها البشرية، والاهتمام بقطاع التعليم أحد أهم الأسس للنهوض برأس مال البشري والتنمية البشرية، هي أحد ركائز رؤية قطر 2030. وهنا تكمن أهمية مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وايز، واللي اختتم أعماله في الدوحة. للحديث أكثر عن المؤتمر ودور بالتحديد التنمية البشرية، معنا السيدة مريم الدوسري مدربة التنمية البشرية، هلا مرحبا فيك، والأستاذة غادة الكواري مساعد العميد للشؤون الطلاب بكلية الطب في جامعة قطر، نورتونا. منتكلم عن المؤتمر مع من ناحية التنمية البشرية، وأكيد نتطمن على حال كلية الطب. صباح الخير. يا هلا ومرحبا، صباح النور. في لو تابعتي أو نفس ما تابعنا أمس في المؤتمر، كلمة الشيخة موزة كانت يعني تكلمت عن أهمية الاستثمار في التعليم وش قد يأثر على التنمية البشرية. نعم. فش رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل ما قلتي، رؤية قطر تعتمد أساساً في أحد أهم ركائزها على التنمية البشرية. وطبعاً لو إحنا استرجعنا باقي الركائز اللي هي التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنمية البيئية، لن تنهض هذه الثلاث ركائز الأخيرة إلا بوجود الإنسان. يعني ننطلق من التنمية البشرية، وفعلاً مثل ما قلتي، أفضل استثمار في للإنسان للرأس المال البشري أن نستثمر القيم العليا التي تؤدي لتطور عقله، تفكيره، أسلوبه في الحياة. طبعاً هذا طبعاً من خلال عملية التعليم والتعلم مدى الحياة، التعليم بكل صوره، لأن هناك مفهوم خاطئ للتعليم الآن للأسف. التعليم هو ما يحصر في مؤسسة أو في مدرسة أو في مبنى، هذا جزء من عملية التعليم. لكن في الحقيقة عملية التعليم عملية مستمرة، سواء كانت مسؤولية دولة أو مسؤولية أفراد أو مسؤولية مجتمع كمؤسسات مدنية أو مؤسسات حكومية بشكل عام. وفي منها تطوير الذات، يعني حتى أنا. نعم نعم نفسي. التطوير الذاتي، يعني الإنسان ليس مجرد انتهاء من جامعة أو مؤسسة تعليمية بنتها الدولة وأسستها الدولة من أجل أن أتعلم، أن يقف تعليمي عند هذا الحد. هذا المفهوم اللي أنا حابة أوصله، ودائما إحنا كمدربين في التنمية البشرية نقول لكل إنسان يسمعنا الآن، الاستثمار في التعليم مبدأ أساسي للتنمية البشرية فيما لا شك فيه. ولذلك الشيخة موزة الله يحفظها فعلا كانت رؤيتها جدا ثاقبة في هذا الموضوع. والاستثمار التعليم على مستوى عالمي، يعني كهي تقدم خدمة عالمية لكل المجتمعات، ليس فقط لمجتمع دولة قطر، مع أن دولة قطر الآن تعيش رفاهية تعليمية على أعلى المستويات. فعلا صنفها والدوحة أنها رابعة عالميا. لكن إحنا ننظر للواقع، المخرجات التعليم هل هي تتناسب مع هذه الرفاهية التعليمية؟ هذا السؤال طبعا نوجهه إلى معلميننا، إلى القائمين على عملية التعليم. إحنا كدولة الحمد لله فضل الله، وهذا واضح في رؤية الشيخة موزة أثناء إلقائها للخطاب، ورؤية أيضا الوالد الشيخ تميم حفظه الله في مجلس الشورى. سبحان الله، هذا اليومين كانت حافلة بالأحداث وبالرؤى الجميلة. فعلا. يعني هذا اليومين ارتبطوا برؤية واحدة بتنمية مستدامة، تركز على الشباب في خطاب سمو الأمير وعلى مسألة الاستثمار في التعليم والتطوير الذاتي والتطوير المهني. فعلا. ركزوا على كل ما يطور الإنسان. طيب، إحنا كأفراد علينا مسؤولية جدا قوية وفردية ومبادرة شخصية مني أني أنا أطور نفسي بكل السبل، سواء بحضور ورشات تدريبية على حساب الخاص أو مجانية من الدولة. ربما أستاذة ما أقطع كلامك إلا بالخير، يمكن هذا يعني الموضوع ممكن ننقله لأستاذة. نعم. غادة بالذات تفضلين. في موضوع الطب. نعم. أو اختار أنك شلون تختار تخصصك، يمكن يكون شوية تخصص صعب، بس لو أنت دشيت هالتخصص إيش قد ممكن يأثر حتى في تطور ويعني نهضة قطر. تابعناكم البداية في كلية الطب، فشلون الأخبار معاكم الحين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أولا أشكركم على هالمقابلة. هذا واجبنا أكيد. الله يخليك. وثانيا بالنسبة حق طلبتنا، فأبشركم وأبشر المجتمع أن الحمد لله طلبتنا أمورهم طيبة، ابتدوا دراسة، والحين طبعا ندعي لهم، عندهم فترة امتحانات، عندهم ميدتيرم، الله يوفقهم إن شاء الله. الأمور طيبة، الأمور مشت الحمد لله بسلاسة لحد الحين، ولله الحمد ما في أي مشاكل، ما في أي عقبات.
طبعا دائما احنا ابوابنا مفتوحه حق الطلبه، لو الطالب مثلا حس باي مشكله، حس انه بدا يتعثر، حس باي صعوبات، بكل اريحيه ممكن هو يجي عندنا ويقول انا عندي المشكله الفلانيه، ونقعد ونتكلم ونتباحث ونشوف الموضوع، ولو احتاج انه هو مثلا اي نوع من الدعم من داخل الكليه نوفرها له، لو احتاج انه دعم من على مستوى الجامعه ايضا راح نوفرها لهم، فلا تخافون عليهم، هم في ايدي امينه. هذا هو الدعم، خلينا نقول الطلاب حتى من ناحية النفسية. بنرجع أكيد نتكلم عن هالموضوع أكثر، ومشاهدينا بما نحن نتكلم عن التعليم والابتكار والعلوم، فخلينا نقول أن الدوحة تستضيف هذا العام للمرة الأولى مسابقة الأولمبياد في الروبوت العالمي في نسختها 12، واللي تنطلق غدا في ساحة الشقب بمشاركة 3000 متسابق من 55 دولة. بنعرف معاكم في التقرير تفاصيل أكثر. وتقام نسخته هذا العام من الأولمبياد روبوت العالمي بعد أيام من انتهاء نهائيات الأولمبياد الوطنية أو الوطني، التي تنافس فيه 1200 طالب من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية. بنعرف تفاصيل أكثر أيضا في هذا التقرير. يعد أولمبياد الروبوت الوطني أبرز عناصر برنامج جو ريبوت الذي جرى إطلاقه في العام 2012 بهدف تأهيل مجموعة من أفضل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالي العلوم والهندسة. الأولمبياد الذي يحتضنه مركز الشقب في مؤسسة قطر يشهد منافسات قوية بين مدارس الدولة لتحقيق هذا الهدف وللوصول إلى أهداف أخرى لا تقل أهمية، وفي مقدمتها التأهل إلى أولمبياد الروبوت العالمي. 34 فريقاً من مدارس قطرية مختلفة تأهلت للمشاركة في الأولمبياد الذي تستضيفه هذه المرة الدوحة في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، بعد أن اختتم أولمبياد الروبوت الوطني فعالياته قبل 5 أيام. بمشاركة 1000 طالب من أفضل طلاب العلوم في الدولة، توزعوا على 265 فريقاً يمثلون أكثر من 100 مدرسة. ونالت الفرق المتأهلة إعجاب لجنة الحكام عبر ما قدمته من مهارات في مجال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على أداء مجموعة من المهام الصعبة في وقت قياسي، لتشكل بذلك أفضل المواهب التي أفرزتها برامج العلوم والهندسة في المدارس، تمهيداً للمنافسة بقوة في أولمبياد الروبوت العالمي. ومشاهدينا، بنستكمل حوارنا مع ضيفاتنا بس نروح الفاصل القصير وبنرجع، ولا تروحون بعيد.
ورجعنا لكم مشاهدينا مع ضيفاتنا الأستاذة مريم الدوسري والأستاذة غادة الكواري، ونرجع حق موضوع المؤتمر وايلز. فأستاذة، الاستثمار في التعليم ودور المؤسسات في أنهم يشاركون في مثل هذه المؤتمرات اللي بهالمستوى. طالما طبعا الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي للعنصر الرأس مال البشري، إذن هو ركيزة من ركائز رؤية قطر، بما أن مثل ما قلنا ننطلق من التنمية البشرية. رؤية قطر مسؤولية وطنية على كل مؤسسة وكل فرد. يعني الكل الآن لما يتحدث الشيخ تميم في مجلس الشورى، لما تتحدث الشيخ موزة أو أي مسؤول في أي مؤسسة عن رؤية جديدة أو رسالة أو إن شاء الله أي حدث محلي عالمي، فيضع في ذهنه رؤية قطر. رؤية قطر التي تعتمد على التنمية في الإنسان والاستثمار في الإنسان، وتنطلق إلى باقي الركائز حتى يعني أن يكون هو المصدر الأساسي للقيام بالنهضة. طيب، إذا المسؤول مسؤولية كاملة، كل مؤسسة حكومية مدنية عليهم ألا يركزوا على التعليم الكمي. وفعلا أنا لاحظت في شعار السنة الوايز أنه يعتمد على التعليم المستمر مدى الحياة، على التعليم في الجودة والنوعية. كثرة المعايير، كثرة الكتب، كثرة أقسام الكتب. يعني مثلا عندنا احنا الآن في مجلس التعليم لاحظت كتاب مادة نظري، كتاب عملي، كتاب أنشطة، كتاب كذا، تفرعات، معايير كثيرة، ربما مناهج ربما تكون دسمة في بعض الأحيان. إذا لم تخرج مخرجاتها على الطالب لما يتخرج من الثانوي وينطلق إلى الحياة الجامعية كإنسان يعتمد عليه، إذا لم تخرج هذه المخرجات، إذا هناك يعني لم تظهر بالشكل المأمول، هناك خلل، فجوة بين الفكر وفجوة في التطبيق. فرجاء أن ننتبه لهذه النقطة، هناك ضعف للأسف عند بعض شبابنا وبناتنا في مراحل التعليم المختلفة ابتدائي، عند البعض وليس الكل، وطبعا هذه تحتاج إحصائيات وتحتاج دراسات علمية موثقة. هناك لاحظت بدأت تظهر انخفاض الدافعية للتعلم. لماذا ونحن في زمن الرفاهية؟ لماذا ونحن في زمن كذا؟ إذا هناك خلل. هذا الخلل قد يرجع إلى عامل أسري، قد يرجع إلى عامل في تطبيق طريقة المناهج والمعايير، أو نفسي، ربما نفسي، ربما مرحلة من مراحل الطفولة تنقسم لعدة مراحل، وخاصة مرحلة المراهقة التي ظهرت فيها هذه المشكلة. يعني لو لاحظنا في المدارس الإعدادية انخفاض الدافعية نوعا ما، هذه ربما تكون من خصائص المراهقة. ولكن أن ينقطع الطالب عن التعليم لسبب غير مجهول بدون مبررات، هذه نضع أمامها ألف علامة استفهام. كيف إحنا دولتنا تسعى لتعليم 6 مليون خارج الدولة وعندنا تسرب قد يكون قليل أو كثير؟ نحن لا نريد هذه الظاهرة أن تظهر ولا نريدها أن تنتشر. الطالب الآن عنده مشكلات، يعاني من شيء، أتمنى أن يصل صوت الطالب إلى المجلس الأعلى للتعليم، يصل صوت المعلم إلى المجلس الأعلى للتعليم. الحياة الصحية تقول دائما أن الحياة لا تكتمل لأحد، ربما هناك مشكلات في الميدان. لذلك
حرصاً على الاستثمار في التعليم. أتمنى أن يسمع صوت الطالب، أن يؤخذ بآرائه باقتراحاته، أو على الأقل ينظر فيها. وطبعاً المسؤولين هم أدرى بالمصلحة العامة. وأستاذة، على موضوع كمية المادة، وأنا شقد تتم معاي عقب ما أطلع من خلينا نقول المدرسة. هني نعم. يعتمد على الطالب، أنا جاي أتعلمها لمدة معينة عقب الامتحان وخلاص. نعم. ولا أني أنا جاي أتثقف بعض المعلومات وأنها تتم معاي. نعم. وتكبر. هو أكيد بتتم بعض الأمور كقيمة في نفس الإنسان، لكن مخرجات التعلم غالبا كحفظ كمادة تنسى بعد الانتهاء من الامتحان. عاد إذا نسى نعم. وفي موضوع نعم. كلية الطب لا خطيرة، تكون مشكلة. الله يحفظهم يديهم إن شاء الله. شلون يعني كنا تكلمنا من شوي على موضوع الدعم النفسي مع الطلاب، فش قد مهم لكم ان انتم تدعمونهم وتتابعونهم، سواء مثلا الحين في الامتحانات، قبل الامتحانات، ممكن ما ادري اذا تراجعون بعض الدكاترة وتشوفون وضع شلون الطلاب، حد هنا مثلا تحسونه نزل مستوى او مش نفس ما كان في البداية. والله هي الكلية على وعي تام، لأن طبعاً انتقال الطالب من مرحلة الثانوية إلى مرحلة الجامعة أصلاً راح يكون فيها يعني اختلاف من ناحية كمية المادة اللي يتعلمها، من ناحية حتى أوقات دوامه داخل الجامعة مختلف، طريقة حياته خلال اليوم أيضاً راح تختلف، الأعباء راح تختلف، فإحنا مراعين الأشياء هذه، ودائماً إحنا عيننا على الطلبة ومتابعينهم ومتابعين درجاتهم. حتى احنا يعني بدينا بنظام الامتحانات، احنا ما دخلنا على طول على الامتحان النصفي او ما يسمى بالميدتيرم، انما بدينا نعطيهم اللي يسمونه الاختبارات التقييميه او يسمونه الكويزز، ونشوف درجاتهم ونشوف مدى استيعابهم، نشوف مثلا لو في بعض المعاناه. يعني حضرتك عارفه اغلب الطلبه يجون مثلا من المدارس المستقله، المدارس المستقله ما يكون فيها ذاك التركيز على اللغه الانجليزيه، وانتقلوا عندنا الى دراسه بالكامل باللغه الانجليزيه، فطبعا راح يصير يعني شويه، يعني احنا ما نقول صعوبات، وانما شويه تقبل الوضع الجديد اللي هو كلها مصطلحات ثقيله، المصطلحات، التعامل، الكوميونيكيشن، انه يتكلم، انه هو يحاول يشرح. طبعا اكيد اعضاء التدريس على وعي انهم الطلبه هذيل لسه في المرحله الاولى، فيحاولون انهم ما يضغطون عليهم جدا، لكن بعد في تركيز على استخدام اللغه الانجليزيه. حاليا طبعا في تفكيرنا ان احنا نعطي مثلا نوع من الدعم في استعمال اللغه الانجليزيه، الطلبه على وعي تام وعارفين، واللي عنده مشكله يقول لك انا عندي مشكله، ليش؟ لان عندهم اصرار انهم يكملون، وما يخلون عقبه صغيره مثل عقبه اللغه ممكن ان هي تعيقهم او ترجعهم خطوه لوراء، لا، انا عندي مشكله، انا عندي الشجاعه الكافيه ان انا اروح واقول انا عندي مشكله، انا محتاج مساعده. فلا. طبعا راح يلاقي ابوابنا كلنا وقلوبنا قبل ابوابنا مفتوحه لهم، ان احنا نسمعهم، ومش نسمع، احنا ننصت لهم ونحاول نناقشهم ونحط يدنا على موضع الالم، بدنا نشخص موضع الالم ونعالجهم فيه. أكيد هم ماذا شوي يعني كلية الطب لهم قدها، ويعني الواحد يطمن يسمع هالكلام الطيب. ونستمر طبعا في حديثنا مع ضيفاتنا، ولكن بروح مع الزميل عبد الرحمن المري اللي بيطلعنا على تفاصيل مسابقة أعذب تلاوة من مدرسة علي بن جاسم الثانوية المستقلة البنين. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام من مدرسة علي بن جاسم المحمد الثانوية المستقلة للبنين، حيث تواصل مسابقة أعذب التلاوات في نسختها الرابعة، ذلك بتنظيم من قسم التربية الإسلامية في المدرسة. الحديث أكثر عن هذه المسابقة ووين ما وصلت إليه، والهدف والاستهداف طبعا الطلاب المتواجدين في هذه المسابقة. نستضيف معنا السيد هادي البريدي مدير مدرسة علي بن جاسم المحمد الثانوية المستقلة للبنين، اللي بيكلمنا أكثر عن هذه المسابقة. مرحبا بك أبو عبد الله عبر شاشة قناة ريان، ونصبحك الله بالخير. في البداية لو تعطينا نبذة عن هذه المسابقة خاصة في نسختها الرابعة. في البداية الله يصبحكم النور عبد الرحمن، ونرحب بكم برنامج الصباح رباح، ونشكركم هذه التغطية المميزة لهذه الفعالية. المسابقة كما تعلم أعذب التلاوات هي النسخة الرابعة مثل ما تفضلت، وتقام للمراحل الثلاث ابتدائي الإعدادي الثانوي، وفضل الله عز وجل تشهد كل عام عن عام تشهد إقبال متميز وكثيف. المسابقة تقام تحت إشراف إدارة المدرسة والمنظم له قسم التربية الإسلامية، كذلك بالتعاون مع إدارة الدعوة مشكورة، زودنا بالمحكمين حتى يكون التحكيم في نوع من الحيادية والموضوعية. نعم. وخبرنا أستاذ هادي،
شلون كان الإقبال للطلاب يعني، وكم عدد الطلاب المشاركين في هذه المسابقة خاصة يعني في نسخة الرابعة، وإيش اختلافها طبعا عن النسخ الثلاث السابقة؟ الاختلاف في معايير التحكيم، في نوع من التدقيق في معايير التحكيم، كذلك أخذت رواج وإعلام أكثر من السنوات الماضية. هذا العام بلغت عدد من المدارس المشاركة 47 مدرسة من مراحل الثلاث، وهذا عدد كبير جدا. الأمر الثاني عدد المشاركين يفوق 140 مشارك من ثلاث مراحل. أمس انتهينا من المرحلة الابتدائية والإعدادية، هذا اليوم إن شاء الله المرحلة الثانوية، ولا شك أن لها جملة أهداف يعني يأتي على رأسها أنها يعني تنفيذ لخطة الأنشطة اللاصفية لمادة التربية الإسلامية، كذلك تأتي في إطار اكتشاف الموهوبين، أيضا خدمة كتاب الله عز وجل بأن ننشئ جيل يحفظ كتاب الله في جو من التنافس ويخضع لمعايير تحكيم التجويد وخلافه. وهناك جملة من المعايير التحكيم الحقيقة، أولها جمال الصوت، أداب التلاوة، ضبط أحكام التجويد، أيضا تفعيل مقرر الحفظ وهو جزء من منهج الطالب يدرسه في المرحلة الثانوية، فتفعيل مقرر الحفظ أيضا جزء من معايير التحكيم. نعم نعم، يعني ما شاء الله جملة أهداف طبعا متواجدة في خاصة في هذه المسابقة، طبعا منها خدمة الدين، خدمة الشريعة، حتى ممكن استهداف حتى طالب نفسه أنه يكون أعذب التلاوات، ممكن حتى يصير مستقبلا مثلا إمام أو حتى خطيب. أستاذ هادي، يعني شلون الطلاب الطالب نفسه يعني كيف يشعر مثلا في خروجه خاصة يعني على المسرح والتلاوة أمام محاكمين؟ هذا طبعا يحتاج مثلا جهد، يحتاج مجهود، يعني هل في مثلا تدريب قبلها؟ هل في يعني شغالين على هالموضوع يعني قبلها؟ لا شك إن إحنا نتحدث عن نظام المدرسة، هناك إعداد جيد وهناك تدريب، وإعدادهم للخوض المسابقة أيضا خضوعهم لجملة من التدريبات، إعدادهم لهذه المسابقة لا سيما في جملة في الحفظ وفي معايير التحكيم كذلك وفي التجويد. المدارس الأخرى أيضا حريصة على أنها تدرب طلابها قبل الوصول، وأيضا يأتي هذه المسابقة تعدهم مشاركة في مسابقات دولية سواء داخل الدولة أو خارج الدولة. نعم، يعني الهدف طبعا مثل ما ذكرت مجموعة من الأهداف الموجودة في هذه المسابقة، لكن الهدف المدرسة الأساسي يعني من تخريجهم بعد مثل المسابقة، هل في مثلا جوائز معينة، في حوافز ممكن حتى تأهلها يعني خاصة المرحلة هذه مثل ما ذكرت اليوم ما كانت مرحلة الثانوية، يعني طبعا مرحلة مهمة خاصة ممكن تفيدها بعد التخريج؟ لا شك الأهداف حدث ولا حرج، احنا نتكلم عن الأهداف الأساسية للمسابقة، لكن أيضا نقول من ثمار هذه المسابقة، أولا نعد جيل حافظ لكتاب الله عز وجل، نعتبر القرآن هو دستور الأمة، فنعد جيل حافظ للقرآن استطيع أن يعني يشارك في مسابقات دولية تمثل الدولة، إضافة إلى أن زرع حب القرآن ومدارسة القرآن وحفظ القرآن ربما إن شاء الله يكون من هؤلاء الحفظة من يلتحق بكليات الشريعة وكليات القرآن الكريم. نعم إن شاء الله بعد ما تنتهي المسابقة يعني هل في مثل مسابقات أخرى إن شاء الله مستمرة خاصة في خلال النشاط المدرسي؟ لا شك هناك مسابقات متنوعة وتخدم كل الأقسام، هذا مسابقة واحدة من جملة وعدة خطة أنشطة الصفية متنوعة وتخدم كل المواد بلا استثناء، يعني هناك أنشطة ثقافية، دينية، اجتماعية، علمية، رياضية، مختلف المسابقات. سألتني في المرة الماضية عن موضوع الجوائز، هناك عدة لها رصد جوائز للمراكز سواء كان فردية أو الجماعية، وسيعلن عنها إن شاء الله تعالى في حين انتهاء من المسابقة إن شاء الله. يعني لو نرجع للمحكمين أستاذ هادي، هل في مثلا نوع معين، إيش الفرق مثلا عن ذكرت أن في بعض معايير التحكيم في أدق يعني خاصة تختلف عن النسخة السابقة، إيش ممكن اختلاف ومعايير التحكيم كيف عندهم بالنسبة للمشايخ موجودين؟ لا شك في هناك دقة في موضوع الأداب التلاوة، يعني التلاوة لها جملة من الأداب لها، فلابد أن الطالب يلتزم بها سواء عند البدء بتلاوة القرآن، ضبط أحكام التجويد، أن تكون أيضا هذه الآيات أو السور اللي يتلوها الطالب تكون في مقرر الحفظ حتى نفعل نتأكد أن الطالب قام بحفظ ما هو مطلوب عليه في منهج التربية الإسلامية. نعم كلمة خيرة تحب توجهها كل من شو الحصل من حتى الأولياء الأمور يعني اللي ممكن حتى يشجعون عيالهم يدخلوا مثل هذه المسابقات، وأيضا كلمة للطلاب الموجودين. في البداية نشكر إدارة الدعوة وممثلة في مديرها جزاه الله خيرا ورئيس قسم التحفيظ، كذلك أيضا مشايخنا وحكامنا اللي بذلوا جهد معنا أمس اليوم. يمكن هناك من كلمة لأولياء أمور، فحقيقة نحثهم ونشكر تفاعلهم معنا، ونحثهم أيضا على أنهم يدمجون أولادهم حتى ينخرطوا في هذه المسابقات التي من شأنها حقيقة الحفاظ على إرث الأمة وكتاب الله عز وجل والعمل به، هذا أمر مهم جدا. كذلك الأبناء الطلاب
بالمسابقات واشتراكها مسابقات تسقل مواهبهم مهاراتهم وتخدمهم ايضا على صعيدهم العلمي وكذلك ان شاء الله تعالى مستقبلهم العلمي وغيره باذن الله. نعم كل الشكر للسيد هادي البريدي مدير مدرسه علي بن جاسم محمد الثانويه المستقله للبنين اللي صراحه تكلم الموضوع هذه المسابقه مسابقه اعظم تلاوات في نسختها الرابعة طبعا طلعنا فيها من هذا المدرسة خاصة في القاعة المتواجدين فيها المتسابقين حتى يقومون بالتلاوة طبعا أمام لجنة التحكيم هذا طبعا ما يعطي حافز جدا لهم في الخروج أمام هذه مثل المنصة أو حتى تحفيزهم إلى دخولها أيضا في هذا المجال سواء الخطابة سواء التلاوة وحتى في الإمامة طبعا هذا الشيء مطلوب أيضا لكل الطلاب المتواجدين في جميع المدارس الدولة المختلفة. هذا ما عندنا من مدرسة علي بن جاسم ونرجع للزميلات في الاستديو. الصباح ربع. يعطيك العافية عبد الرحمن ونشكر ضيفك الكريم ونرجع لحوارنا. يمكن خلال الفاصل قلت لك أن مرات إحنا نقدر نعرف مثلا إذا الدكتور عندي في المحاضرة ماخذ ورشات تخص التنمية البشرية والتطوير تحسين شرحه غير أسلوبه غير المعلومات اللي هو قاعد يقولها تتم شلون في بالك تتعلمين منه أشياء خارج يمكن المنهج نفسه. نعم. يعني تفيدك في الحياة. نعم. إيش قد مهم هالرابط. نعم. بالذات عند المعلم. نعم أحسنتي صراحة لما قلت ذكرتي لي دكتورة أو أستاذ يكون في مكان تعلم وتعليم نفترض أنه جامعة مدرسة أي مؤسسة ذكرتيني بشكوى بعض طالبات الجامعة في أي جامعة من الجامعات سبحان الله يشتكون يعني يقول أن الدكتور على مستوى عالي من العلم ولكن لا يستطيع أن يوصل المعلومة. نحن نقعد معه ساعتين في المحاضرة ما استفدنا شيء لا استفدنا تواصل ولا خبرات ولا تبادل خبرات ولا وصل أصلا المعلومة نفسها. وجود حصول الشخص على شهادة عليا لا يعني أنه قادر على إيصال قادر على أن يكون معلم. هاي النقطة جدا مهمة. ليس كل واحد حاصل على شهادة أو لنفترض أي نوع من أنواع العلم أنه قادر على إيصال المعلومة لأن عملية التعلم والتعليم فيها مهارات اتصال عالية جدا. مهارات الاتصال العالية تبدأ بالذات من تغيير الذات مثل ما قلتي. إذا لم يتعرض هذا المعلم بعد التخرج لنفترض أنه عنده شهادة عليا إذا لم يتعرض لمهارات ورش تطوير ذاتي تنمية البشرية لكل أنواعها ويركز على مهارات التواصل مهارات الإلقاء مهارات معرفة نفسية المراهقين معرفة أنواع الشخصيات إذا لم يتعرض ذلك ويضيف لنفسه علم آخر غير اللي موجود في الورقة في الشهادة لن يستطيع التواصل مع الآخرين سوف يظل العلم محجور يعني كأنه محجوز عنده كم من المعلومات ولكن لا يستطيع مثل المادة الخام التي لا تستطيع التصرف فيها. لذلك المعلم عليه حمل كبير ندري وله أجر كبير أكيد له أجر كبير ودائما أقول لهم طوروا أنفسكم وأحيانا بعض المهارات الإنسانية ترى أصيلة في النفس البشرية والنفس المسلمة والثقافة الإسلامية تحثنا على الأخلاق إذا لا وأنا أكتشف أن في بعض الأحيان عند بعض الطلاب قلة الدافعية يكون سببها سوء تعامل أو تصرف من معلم أو إدارة وممكن هالقلة الدافعية المدرس هو اللي رص عليها. نعم أحسنتي يعني يكون سبب مباشر أو غير مباشر يعني مثلا أنا بعطيك إحصائية بسيطة ومتواضعة جدا. العام الماضي سويت دراسة على 50 طالبة كانت عندهم عزوف وضعف دافعية شديدة تجاه التعلم كثرة غياب وهذه حالات خطيرة في تعتبر. فلما بحثت عن السبب لقيت العامل المشترك أن المعلم له دور والإدارة اللي موجودة في المدرسة لها دور في أن الطالب صار يكره المدرسة يروح المدرسة يقول مو بعشان أنا ما بتعلم أنا بالعكس أحب التعليم بس جو المدرسة يتعبني يرهقني بكثرة الأوامر بكثرة الالتزامات بالقسوة أحيانا الغير مبررة الصراخ الغير مبرر تضخيم بعض الموضوعات البسيطة هذه كلها تسيء إلى عملية الاستثمار في التعليم. فرجاء من المعلمين الآن كلهم عيالكم نعم عيالكم وضعوا أنفسكم المؤمن يحب الأخي ما يحب لنفسه ضعوا أنفسكم أن الولد اللي درسه أنت ولدك موجود في مدرسة أخرى قاعد يدرسه معلم آخر. طيب أستاذتي أكيد أن الموضوع وايد مهم يعني يعني كلنا نحب نسمعه. كان ودي أعرف خططكم المستقبلية في كلية الطب بس إن شاء الله لنا قعدات ثانية بنعرف وبنتابعكم إن شاء الله أول بأول إن شاء الله. وبشذي نكون مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا. أكيد نشكر أستاذة مريم الدوسري وأستاذة غادة الكواري. يقولون تتواصلون معنا عبر هاشتاج برنامج الصباح رباح ونشوفكم يوم الأحد مع مواضيع جديدة في أمان الله.